عسلامة مدام. عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك. حذانا الأم كيبداو ولادها يعيشوا في الغربة، كيفاش نجم تعيش التجربة؟ يعني تجربة العيش بعيد على أبنائها. والله هي تجربة صعيبة برش، هي كلمة غربة ديجا الإنسان معناها هو ما يحس روحه غريب، وأنا ناقصة وليدي معناها فهمت الكلمة محسوسة صحيت معناها كلمة غربة عباء. هو مثلا صحيح بالرغم انه يعيش البرة والكل، لكن ديما عنده الحب للعائلة وللبلاد وكل. انا كنت ضد الغربة راني ديجا، انا وقت ولدي مشي في 2011 معناها كنت انا حتى من قبل معناها ديما اني ولادي في تونس. من يعيش ولدك؟ في كندا فهمت. بون لكن بعد البلاد وضع البلاد ولا سبابا وكل بي جيتو فرصة انه باش يمشي بالعقل، قلت خير ملي نحرمه نهار يقول لي طالبني يقول لي جيتني فرصة وانتي حرمتني، وبالعاطفة كأم ماذا بيا وليدي بحذية معني فهمت. بي لو كان 2011 انت ما وافقتش على الهجرة متاع ولدك اللي هي في إطار قانوني وفي إطار عمل، في إطار قانوني ويقم شي قرا في إطار دراسة ومن بعدك لقى غادي مستقبل عمل بالتبيعة والكل، كان انت ما وافقتش في الوقت هذاك وخليته في تونس، وانت ديجا تشوف في الوضع اللي احنا نعيشوا فيه تندم ولا لا؟ لا يمشي خير تعرف معناها، مع اني هجره ان تو ضد الهجره معناها الحرقه كما تقول. احنا ضد الغير نظامية يعني، بالعكس نتمنى شبابنا يقعد في تونس خير من اللي يهاجر هجره غير شرعيه ولا يقدر السير معناها، معناها برشا حاجات نجم كارثه، نجم يتوفى تكون العائله مدى العمر تتاثر وتتدمر الام، لكن انه باش يمشي للمستقبل معني قراية وعمل. أنا معنيها نولي نقول خير، خاصة إن ولدي الكبير كيف مشى والحمد لله معني مكلف بالنجاح معني قرا وتوا يخدم وكل، وكمل خوه الثاني زادة قالي مع خويا مع إنه زادة في تونس معني نجح باك وكل، حبيته كمل يقرأ في تونس، لكن الشباب تقول لك به يوم يقرأوا في تونس وين وصلوا وين شنو عملوا فهمت. هو بالحق هذيك الحاجة اللي احنا تو خليت دي، احنا بالعكس تو عبيد تخدم وهجرت معني تخدم وما معاش خالتين، وضع بلادنا ربي ان شاء الله يقدر الخير ان نتحسنوا ديما معناها الامل موجود انه باش تجي تونس ولي معناها تتغير الافضل، لكن شباب معناها هنا ما المستقبل صعيب برشا، ما ثميش كونه معناها صعوبه معناها يتخرج وما يلقاش خدمه. احنا ضد الهجره الغير نظاميه، لكن كي يلقى شخص يعني فرصه حظ خارج تونس في اطار قانوني بيان سور، ان شاء الله ربي يسهله وربي يوفقه ان شاء الله. بالطبيعه كيف تبدا منظمه خاطر البرة راهو يجي يقول لك هي هجره غادي كي راهم تعبين. انا ديجا قعدت 10 سنين ما مشيش، وسنه في 2023 مشيت وحبيت نعرف معني والله العظيم جماعه الغربه بالحق هما كيف يجيو ويقولوا هكا محرومين وتونس سي فري، خاطر الغربه معناها برشا حاجات فيها البوزيتيف وفيها النيجاتيف معناها، شفت بعد ساعات واحد يتغرب يكون حاجة والكل، لكن ينجم يفقد حد من عائلته ويلقى أمه ولا أبوه توفى يقول لك فهمت. صحيح معناها الغربة كما قلنا باهية، وكان عندنا في المستقبل في تونس بلادنا خير. أنا مثلا أكيد أكيد واحد كان يلقى فرصة عمل في تونس أكيد بلاده خير، بلاده خير. اما كما قلنا تو مثلا حتى المستقبل للشباب كيف تجيك فرصه ما تراتيهاش، خاطر بعد نقول واحنا في العمر هذيك يمكن هو بيدو ما معناها ما يعرفش مصلحته، لكن يقول جاتني فرصه وضيعت، وباش يقعد كيف يكبر 60 سنه يقول في يوم ما جاتني فرصه وضيعت فرصة الحياة هذيك. فرصة الحياة ويعرف زيدا مش غربة يمشي للتيار، يزمه يمشي يحط عائلته في مخه في بلاده في معناها زيدا في روحه ويعيش معناها حياة غديكة بما يرضي الله، زيدا مش معناها حياة غرب والكل، ويرجع لبلاده إنسان معناها كما تقول أنت قرا في بلاده والكل نحبوه راجل معناها نعملوا عليه. مدام قرار اللي ياخذه الولي كيجي صغير وباش يسافر، هل هو قرار سهل ولا صعيب؟ ماك تعرف يعني صغيرك باش يسافر في اطار دراسه من الاول، يعني ينجم يلقى فرصه حظ غاديكا اللي هي العمل
وباش يقعد يخدم غادي، يعني كان باش يرجع لتونس راه باش يرجع في وقت الريتريت، يعني فما وقت ما يعيشوش مع ام وبوه. هل يعني هذا تخمم فيه؟ خممت فيه ولا هي نجم نقول لك ديما خاطرني بصفه اني مرت تجارب مثلا كبار وخديت منها عبره، اني مثلا كي نقف انا لولدي نجم نهار اخر يحاسبني في نفس الوقت. انا ما نحبش نحرمه خاطر هي فرصه كيف تجي لبرا ومثلا وباش يولي مثلا نقولوا احنا الحاجه اللي يتمناها شجع، اما انا كأم ديما ناقصه حاجه. شفت مثلا في مناسبات كيف انا مراش ولدي بحذايا هذيك تمسني برشا، في عيد في برشا حاجات معناها. شفت انا ديما الاسره مثلا تبدا ناقص منها شخص، طوينا سنه ولدي جي والكبير ما جيش، رغم اني فرحانه بولدي لكن نحس في روحي زاد عندي ولدي موش بحذايا، فهمت؟ والام ديما تكتمل فرحتها وراحتها كيف تبدا ولادها معاه، فهمت؟ الام والاب بطبيعه معناها ديما احنا كما قلنا نقبلوا حاجات، نقبلوا ان باش اولادنا تتحسن وضعيتهم، لكن في داخلنا انه الفتره اللي عاشها مثلا انا ولدي تو بريسك ديزون معناها البرة، معناها مشي عمره 20 تو 30، معناها هو بيدو زاد فتره من عمره. نتمنى له كل خير يا ربي والجميع اولادنا معناها، فهمت؟ نتمنى اني معناها كما تقول انت هذيك الحاجه اللي احنا نقصتنا اللي هما اولادنا مش بحذينا، فهمت؟ خاطر خاصة الأم اللي تخدم مثلا، أنا موظفة خدمت معناها وكان وليدي مكتب وقارد معناها ديجا للنوفيم في القارد، وبعد خدي الباك وقرا في الجامعة معناها قرا عام هنا في تونس ومشي، معناها تلقى روحك أنت عطيت عمرك للإدارة وولادك كبروا وأنت ما فقتش بيهم. الأم اللي تخدم والله بالحق هي وولادها معناها. برشا عباد ما يحسوش بالأم اللي تخدم. الأم اللي تخدم هي منار للساعة، خاطرها معناها مناضله نحو اسرتها، نحو معناها المجتمع زاده في الاداره. تو كيف تمشي الاداره تلقى اغلبهم من سيل واقفين معناها يخدموا، معناها ديما هي معناها تقول انت تعمل عليها، وتلقاها عندها اسره وعندها اولاد وتربي ومطالبه. تمشي للمكتب تلقى الام هي اللي واقفه وفي نفس الوقت مطالبه بالعمل ومطالبه، فهمت؟ معناها احنا ديما كما قلنا باش نحافظوا على الاسره وعلى اولادنا، والحمد لله معناها الام كيف تنجح اسرتها هذيك هي نجاح، هي نجاحه. وكما قلنا تبدا حاسه اللي هي اولادها كبروا ومشيوا، وكما تقولوا اللي متغرب واللي في تونس. انا ولدي الصغير ما خليتوش يسيف، خذي الباك وقلت نحبك تقرا في تونس، ما زلت صغير اتخرج ويا من حي معني، خاطر قلت انا بمشي وزوز وكمل الثالث. ايش عندك ثلاثه كهو؟ عندي ثلاثه ان شاء الله ربي يخليهم لك. يا عايشك ربي يفضلك على كل حال، ربي يوفقهم هما ان شاء الله. ديما شباب ديما نقول لهم يا شبابنا ما تقولوش كان راهو البرة، هي اذا ما تحتلكش الفرصه البرة راك في تونس تنجم تخدم، حتى ربي يسهل لك وتكون حاجه. ما نكونوش معناها توينا نشوف فيها ظاهره هالحرقه هذيا، قلبي يوجعني. معناها الشباب ولا بتقاه عايله بيبي في يده هو في الفلوكه ماشي حارق، معناها تنجم في بلادك تخدم بالموجود حتى يتحسن الوضع. يعطيك الصحه يا مدام، عايشك ربي يخليك. يا عايشك.